السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. لمجرد أن احنا انتقدنا أداء السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بدولة العراق، فوجئنا بحملة شرسة ممنهجة ضدنا بشكل كبير جدا، هجوم غير مبرر، استخدام مصطلحات وقحة جدا، استخدام ألفاظ وسباب بشكل غير عادي. لما احنا عملنا حلقة على صفحة من حقك تعرف اللي حضراتكم هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف، فوجئنا بأن كم بشع من التعليقات من قبل أنصار مقتدى الصدر بيهاجمونا بشكل غير عادي بألفاظ وشتيمة وقحة جدا جدا جدا، لا لشيء إلا لمجرد أن احنا جرؤنا أن احنا ننتقد أداء مقتدى الصدر السياسي. قلنا ونبهنا ان انتقدنا المقتدى الصدر على المستوى السياسي، اكدنا ان هو رجل فاشل، اكدنا ان هو رجل اساسا ما يعرفش الف باء السياسة. قلنا على الرغم من تاريخه وماضيه في مقاومة الاحتلال الامريكي، ده شيء جيد جدا، الا انه استثمر قدراته وجيش المهدي وسرايا السلام والكلام ده كله في مواجهة الخصوم. قلنا اللي بيعملوا في قلب دولة العراق هيبرر للولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال بشتى أصنافه التدخل في الشأن العراقي، دقينا أجراس الخطر، حذرنا، إلا أن التحذيرات بتاعتنا ضاعت وسط الشتيمة وقلة الأدب من أنصاره، كما لو كان هو رجل لا يخطئ. كل اللي احنا قلناه واللي الناس هجمتنا بخصوصه قالته النهاردة المحكمة الاتحادية في قلب دولة العراق فضحت مقتدى الصدر، كشفت عن سوءاته، أكدت أن كل اللي احنا قلناه صحيح. المحكمة الاتحادية كان المفترض جدلا تبت في دعاوى قضائية تقدم بها أنصار مقتدى الصدر لحل البرلمان العراقي، إلا أن هي أعلنت أنا غير مختصة بذلك وفي آليات دستورية لازم الكل يتبعها. ثم مسكت مقتدى الصدر وشرحته، سلبية، فشل، أنانية، مفيش مراعاة لمصلحة الشعب العراقي. كل الحاجات دي احنا قلناها في أيام قليلة ماضية، إلا أن الناس هجمتنا وقلت أدبها علينا بطريقة مش ظريفة. ورغم ذلك اتفضلوا حضراتكم شوفوا مثلا ذلك الذي نشرناه على صفحة من حقك تعرف منذ ساعات قليلة تحت عنوان دولة مقتدى الصدر. شوفوا مثلا احنا قلنا ايه في الفيديو ده بشكل سريع. المكان اللي حصل عليها مقتدى الصدر، رجل قادر على احتلال الشارع في دقائق، وما فيش حد عنده نفس قدراته الشعبية، وعيلته لها تاريخ بارز وكان فيها عدد من المرجعيات الدينية، اعتمد على ميراثه العائلي ومكانته الشعبية بيقدر يعني احنا مش عاوزين نطول في الفيديو ده، لكن اللي يهمنا اللي عاوز بس يرجع للفيديو ده هيتلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف. احنا كان يهمنا بس ان احنا نلفت نظر حضراتكم، شوفوا كم التعليقات، كم تعليقات وقح جدا بشكل غير عادي من أنصاره، وبيكذبونا بطريقة غير عادية إلى درجة أن الكثير منهم من أنصار مقتدى الصدر استخدموا مفردات تعافها النفس لا علاقة لها بالاحترام بالمرة. يعني حضراتكم هتشوفهم كم الوقاحة الموجود في هذه التعليقات. مش هو ده أيضا بيت القصيد؟ يعني تخيلوا حضراتكم لما الناس ديت بتعمل في منتقد مقتدى الصدر بهذه الشاكلة، تخيلوا حضراتكم من الممكن أن هم يعملوا إيه في قلب دولة العراق الشقيق. تعالوا بقى حضراتكم شوفوا ماذا حدث. المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى حل مجلس النواب. العراق، المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان. المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بشأن حل البرلمان لعدم الاختصاص. المحكمة الاتحادية العراقية ترفض حل البرلمان. المحكمة الاتحادية العليا تقول أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان. تعالوا بقى حضراتكم شوفوا المحكمة دي قالت ليه إيه؟
لأن غالبية وسائل الإعلام الدولية ما ركزتش على اللي قالته المحكمة الاتحادية، جابته كده عرضا، لكن اللي قالته المحكمة الاتحادية بينسف كل أباطيل أنصار مقتضى الصدر إن هو راجل ناجح وإن هو راجل بيحسبها وبيدرس وبشكل كويس جدا، إلى درجة إن البيان اللي صدر عن المحكمة الاتحادية فضح مقتضى الصدر. واحد بيقول أساسا أنتم ليس لديكم مصداقية للذي يقول لماذا نتابع أذان، أقول له أننا هنا مش كان نضحك على قومجي تافه وكذاب. أدي حضراتكم أهوت واحد بيشتم من أنصار مقتضى الصدر، على الرغم من أن إحنا جايبين فقط لا غير ما قالته المحكمة الاتحادية النهاردة. تخيلوا الناس دي بتتعامل إزاي مع مخالفي مقتضى الصدر، بلطجة، ميليشيات، يعني شتيمة، قلة أدب. تخيلوا حضراتكم بقى الناس دي يبقى موثوق فيها في إدارة العملية السياسية لمجرد ان احنا انتقدنا اداء مقتضى الصدر على المستوى السياسي وقلنا ده فشل سياسي. فوجئنا ان هما بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة كده، قلة أدب ووقاحة وبلطجة. تخيلوا بقى بيتعاملوا ازاي مع خصومهم في قلب دولة العراق. انا عاوز اقول لحضراتكم اني وصلت لنا رسائل كتيرة جدا من قلب دولة العراق، قالوا انتوا عندكم حق لكن احنا ما نقدرش ننتقد مقتضى الصدر خوفا من الميليشيات بتاعته. السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني ايه راجل يمتلك جيش جوه الدولة؟ يعني ايه راجل مهما كانت مكانته يمتلك ميليشيات؟ دي مش دولة سعادتك، دي عبارة عن مجموعة عصابات. الناس خايفة تقول الكلام ده. انت كلمت لصلاح يا استاذ ياسر عندك كل المصداقيه. اه مظبوط يا استاذ ياسر. شوفوا حضراتكم مثلا، انا بشكر في مقتضى الصدر فعلا على مستوى التاريخ وعلى المستوى الشعبي، لكن قلت بالحرف الواحد لكنه فاشل سياسيا. ومن ثم هل هناك مانع يشكل لجان تكون متخصصه في اداره العمليه السياسيه بعيدا عنه شخصيا؟ لان الراجل ما بيعرفش يتكلم. الله، أحمد عبد الهادي من الممكن أن هو يكون بارع جدا في مجال الإعلام، لكن ليس شرطا أن هو يكون بارع في مجال الحروب. أنا مش متخصص في الجانب العسكري مثلا، والعكس صحيح، أن من الممكن يكون قائد بارز جدا في الجانب المدني لكن فاشل عسكريا، والعكس صحيح، ممكن واحد يكون بارز جدا في مجال المقالات وكتابة المقالات لكن فاشل جدا في مجال الشعر، لان ده مش تخصصه. ومن ثم ليه مقتضى الصدر رغم شعبيته وتاريخه وتاريخ عيلته وتاريخه في مقاومة الاحتلال يورط نفسه أساسا في العملية السياسية وهو رجل فاشل؟ ازاي اذا كان انصاره هجمونا لمجرد ان احنا نزلنا بعض الفيديوهات عنه اللي احنا بنجيب فيها تاريخ عيلته، بلطجة وقلة ادب واستخدام مفردات ما انزل الله بها من سلطان؟ طب حضراتكم بقى بيتعاملوا ازاي مع الشعب العراقي؟ شوفوا بقى المحكمة الاتحادية قالت ايه. المحكمة الاتحادية مرفوع ليها مجموعة من الدعاوى القضائية من قبل انصار مقتضى الصدر عشان يحلوا البرلمان، رفضت، قالت اسفة ده مش اختصاصي. ثم قالت ان استقرار العملية السياسية، ده اللي قالته المحكمة الاتحادية مش احنا، يعني المحكمة قالت نفس اللي احنا قلناه، سواء اذا كان في الحلقة اللي حضراتكم هتشوفوها على صفحة من حقك تعرف او في كل الحلقات السابقة. بتقول استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام باحكام الدستور وعدم تجاوزه، وقالت لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد والمواطنين، في إشارة طبعا لفشل السيد مقتضى الصدر في تشكيل الحكومة وتجميد السلطة التشريعية. واعتبرت المحكمة عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء وعدم قيام البرلمان بإقرار الموازنة باعتباره يتعلق قانونا بقوت الشعب، يعد انتهاكا لأحكام الدستور وخرقا للهدف
اللي تم من أجله وجود تلك السلطات. لأن السيد مقتدى الصدر من شهر أكتوبر الماضي لحد دلوقتي، على الرغم من أن هو بيمتلك الأغلبية في مجلس النواب العراقي وكان منوط به تشكيل الحكومة، فطبعا لأن هو كان معاه 73 نائب فقط لغير من 329 نائب، وبالتالي هو لا يشكل الإجماع. يبقى في الحالة دي كان المفترض جدلا أن هو يشكل حكومة متوافق عليها من الجميع، إلا أن سيادته قال لا لا لا، أنا هشكل الحكومة من الناس بتوعي أنا. طيب وباقي البرلمان حضرتك اللي اختاروا الشعب؟ لا لا لا، أنا مش عاوزكم. طب خلاص شكل الحكومة أنت لوحدك. يجي يشكل الحكومة، أسفين احنا رفضينها، لأن ده حقهم قانونيا ودستوريا. بعض أنصار مقتدى الصدر يقولوا إيه، ما هو البرلمان متشكل لأن الدستور أساسا به عوار. طيب لما الدستور فيه بلاوي وعيوب وسلبيات ومش الشعب هو اللي حطه، ليه مقتدى الصدر خاض الانتخابات؟ ليه التيار الصدري خاض الانتخابات؟ ليه التيار الصدري دخل البرلمان؟ ليه التيار الصدري استمر في البرلمان؟ ليه سعادتك؟ طالما ان الدستور به عيوب وسلبيات زي ما انت بتزعم. مقتدى الصدر قال اسف يا جماعة، انا هشكل الحكومة بطريقة الخاص. طب انت مش معاك الاغلبية والاجماع، الدستور والقانون بيقول لازم يكون حكومة متوافق عليها من قبل الجميع. فرض شروطه عليهم، قال لا 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 لا، كل واحد فيكم كده يقعد جنب الحيطة، أنا اللي شكل الحكومة على طريقة الخاصة. طب يا عم الحاج أنت ما معكش غير 73 نائب من 329 نائب، أنت بتتكلم إزاي؟ هو كده يا إما تحققوا لي كل اللي أنا عاوزه يا إما أهد اللعبة كلها. من شهر أكتوبر لحد من قيمة شهر فشل، وقف الدنيا. ليه؟ لأنه ديكتاتور عاوز يفرض شروطه على الجميع. طب ما ترضى بحكومة متوافق عليها عشان تدير حركة الشعب العراقي وتشوف الخدمات بتاعته، ثم بعد ذلك تسعى انك انت تفكك البرلمان وتجري انتخابات برلمانية، بس على الاقل انت معاك مؤسساتك اللي تقر الميزانية بتاعتك عشان فيه الخدمات واقفة زي ما بتقول المحكمة الاتحادية. لا 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 لا، أهم حاجة مصلحته ومصلحة الطيار بتاعه. طب الشعب موقوف حاله، الشعب مش لاقي ياكل، الشعب عاوز خدمات، الشعب مش لاقي خدمات. طز في الشعب، الميليشيات بتوعه بيقبضوا فلوس عشان يهاجموا أمثالنا كده. الميليشيات بتوعه شغالين، الله ينور، روحوا يمين يروحوا، روحوا شمال يروحوا، ما هم بيقبضوا، ما هم عبارة عن مجموعة موظفين، ما هم تبع جيش المهدي. جيش المهدي بيقبض فلوس. طب وبقيت الشعب طز؟ لا يعنيه ذلك، لانه لو كان يعنيه الشعب كان التزم باللي تقوله، اللي بتقوله المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية بتقول ايه حضراتكم؟ وقالت ايه النهاردة؟ على جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل المواد بتاعته وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة. ثم بتقول إن الاختلاف بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لا يحسم، دققوا النظر في الكلمة دي، لا يحسم بفرض الرأي الآخر، بل عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة. ما بيحسمش بفرض الرأي زي ما عمل مقتدى الصدر. ايه ده؟ ما انتش موافقين لي ان انا شكل حكومة بمزاجي على الرغم من ان انا ما عنديش اجماع كامل في قلب البرلمان. الميليشيات اقتحموا البرلمان، هو ده اللي حصل يا حضرات. الميليشيات بتاعته اقتحمت البرلمان العراقي، وقفوا الجلسات بالقوة الجبرية، ولذلك المحكمة الاتحادية بتهاجمه، مش احنا على فكرة. بتقول الاختلاف بين مؤسسات الدولة او بين الكتل النيابية ما بتحسمش بفرض الرأي بالقوة الجبرية.
ثم بتقول إن الواقع العام في العراق يشهد تراجع كبير على الصعيد الخدمي، وكذلك على انتشار الفساد المالي والإداري، مما أثر على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وأثر بشكل كبير على المستوى المعيشي. بسبب ديكتاتورية السيد مقتدى الصدر وفرضه لرأيه حوار ما بتحاورش، كل دولي لازم يتم تجميدهم، كل الكتل المنافسة ليا لازم يبعدوا عن البرلمان، كل الوجوه القديمة مش عاوزينها، أنا اللي حدد بالضبط من اللي يكون موجود على الساحة. هو ده اللي قاله مقتدى الصدر، والآخر الميليشيات بتاعته بتهاجم. طب انتوا بتهاجمونا ليه يا جماعة؟ طب اهو المحكمة الاتحادية هي اللي قالت اهو، وهنوري حضراتكم صورة مما أعلنته المحكمة الاتحادية. شوفوا المحكمة كمان بتقول إيه. أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الكتل السياسية بتاعتهم، وإنما يمثلون الشعب، ولذلك كان من المحتم عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم من أجله، وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل. في إشارة للي عمل السيد مقتدى الصدر لما الإطار التنسيقي المنافس له في البرلمان رفض الحكومة بتاعت مقتدى الصدر، انت دلوقتي ما عندكش الأغلبية بتاعتك، وبالتالي الحكومة المطلوبة تكون حكومة توافقية منا ومنك، لأنك أنت لا تمتلك البرلمان لوحدك. لا 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 لا، الحكومة تكون موجودة من التيار الصدري فقط. يا ابني يا حبيبي، أنت لك 73 نائب فقط لا غير، أنت بتفرض الشروط ليه؟ ما ينفع سياسيا، ما ينفعش دستوريا، ما ينفعش. هو ده اللي قالته المحكمة. فلما اعترض على الكلام ده كله وعرف أنه هو فشل في تشكيل الحكومة وأن الإطار التنسيقي ما سمعش الكلام بتاعه، ادى اوردر لل 73 نائب بتوعه اخرجوا برا البرلمان واستقيلوا. فالمحكمة الاتحادية بتقول ان مجلس اعضاء مجلس النواب مش ملكية منهم، بمجرد ما انت تدخل البرلمان انت ما اصبحتش ملكي، انا ملك نفسك، انت ملك لهذا الشعب اللي انتخبك في سبيل انك انت تحقق له الخدمات بتاعته وتقوم بدورك على افضل ما يكون. يعني الى درجة ان المحكمة بتهاجم اللي عمله مقتدى الصدر. شوف بتقولوا ايه يعني، شوف المحكمه بتقول ايه، ان هم يعملوا على تحقيق ما تم انتخابهم من اجله وهي مصلحه الشعب، لا ان يكونوا سبب في تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته، لان السيد مقتدى الصدر امر الميليشيات بتاعته ان هي تقتحم البرلمان. الدنيا عطلت، ثم حصلت مواجهات بين انصار التيار الصدري وميليشيات اخرى والقوات الأمنية، والسبب في ده كله المجموعة بتاعت مقتدى الصدر، والآخر بيهاجمونا يلا صفتك يلي نعتك، وبيهاجموا قناة مصر، وبيهاجموا الفيديو اللي احنا كشفنا فيه عن تاريخ مقتدى الصدر وتاريخ عيلته، له تاريخ كويس جدا في مقاومة الاحتلال الأمريكي، لكن ده ما يكونش سبب انك انت تكون راجل ديكتاتور. أنا ومن بعد الطوفان، هو ده اللي احنا قلنا. أعتقد أن اللي قالته المحكمة الاتحادية النهاردة بيفضح أنصار التيار الصدري، وبيكشف عن انحرافات مقتدى الصدر اللي احنا كشفناها منذ أيام طويلة ولم يكشفها أحد من قبلنا. المحكمة الاتحادية النهاردة قالت ما قلناه سابقا، يعني اللي احنا قلناه طلع مظبوط. نرجو من الله العلي القدير ان مقتدى الصدر يتعظ مما حدث، وما فيش مانع ان هو يشكل لجنة سياسية من مجموعة من قيادات التيار الصدري بتفهم في السياسة، وهو يظل الأب الروحي للتيار الصدري. مش لازم هو اللي ياخد القرارات، مش لازم هو اللي يدير العملية السياسية، لان هو ما بيعرفش يقول كلمتين على بعضهم، هو متردد. كل خصومه ومنافسيه وكل الموجودين على الساحة السياسية في قلب العراق بيقولوا بالحرف الواحد ان اللي بيقوله مقتدى الصدر بالليل تاني يوم الصبح بيتراجع عنه. هو ده مقتدى الصدر، مع الاحترام
للجميع. أراكم على خير.